ونجمه لاعب الفريق المميز على فكره، مميز جدا معاه في الدوري وفي كاس الرابطه وفي كاس مصر، وكتير من المحللين وكتير من الناس اللي بتتكلم في الكوره يتحدثون عن انه نجم وعنده موهبه كبيره. عبده يحيى لاعب غزل المحله وصاحب هدفين في مرمى نادي الزمالك اليوم. كابتن عبده صباح الخير، مشرف ومنور. حبيبي يا كابتن، صباح النور يا كابتن. مميز دوما انت وادائك رائع كمان النهارده، كلمته بنجاح. الله يخليك والله يا رب. النهارده مباراه كبيره قدام الزمالك، كنت متوقع نتيجه زي كده؟ كان اهدافكم اصلا انكم تكسبوا الزمالك النهارده، ولا كنتوا داخلين تلعبوا على تعادل؟ لا الحمد لله، والله توفيق ربنا كان معانا. ولا احنا والله بصراحه كنا داخلين اللي هو على المكسب، بس ما كناش متوقع ان النتيجه تبقى 3 بصراحه يعني. احنا كان هدفنا الماتش ان احنا نكسب، لان لو كسبنا باذن الله يعني هتسهل لنا ونبقى هنبقى زي اول مجموعه. والحمد لله النتيجه كانت في صالحنا النهارده، وقدرنا ان احنا نبقى اول مجموعه، والماتشين الجايين ان شاء الله يبقوا على ارضنا، فهيبقى مساله حياه وموت بالنسبه لنا، ان احنا لو كسبنا الماتشين صعدنا اول مجموعه، وان شاء الله ربنا هيوفقنا في كده ان شاء الله. واضح من كلامك انه ده هدف من اللاعبين وهدف ايضا من الجهاز الفني، يعني هم بيتكلم معاك. بدا بحلم طبعا، انت معاك مجموعه فيها الزمالك وكده، فالطبيعي ولاي حد هيقول الزمالك اول مجموعه طبعا، فلما الزمالك يقع ويبقى بعيد فليه احنا لا؟ يعني هو كل الفرق شبه بعض، فليه لا؟ بدل الزمالك خلاص طلع فليه لا احنا؟ صحيح. دلوقتي فالحلم بقت حلم بالنسبه لنا. بالتاكيد. احكي لي بقى النهارده حصل ايه في المباراه؟ اللي شفتوه في نادي الزمالك النهارده كان في ثغرات واضحه جدا في نادي الزمالك، واضح جدا ان انتوا والكابتن عبد الحميد بسيوني كان عندكم رغبه انكم تجيبوا هدف واثنين وثلاثه واربعه كمان. ايوه. لا احنا الماتش يعني هو الماتش اتسهل، فاللي احنا يعني بصراحه طمعنا ان احنا نجيبه الاول والثاني والثالث. يعني الحمد لله ربنا. في العادي يا كابتن عبده لما بيخش فيك او لما انت بتدخل هدف في نادي الزمالك او الاهلي دايما تتراجع شويه لخط دفاعك، تاخد حرص اكتر، ما تهجمش تاني، لكن انتوا النهارده هاجمتوا طول المباراه. الحمد لله. هو كابتن بين الشوطين لما دخلنا قال لنا لا، ما لو رجعنا اي فرقه هترجع هتقربوا منك، ممكن مثلا اوفرات او بلانتي اي حاجه الفاولات، لا احنا نكمل زي ما احنا داخلين من قدام، نبقى منظمين، حتى لو هنبقى مقابل نبقى منظمين، كل الخطوط قريبه من بعض، فكده هنضايق المساحات طبعا. لعبت الزمالك كلها العيله، واديت لاي لاعب مساحه فهيبدع، فلا احنا قفلنا المساحات والحمد لله يعني ربنا كان معانا وقدرنا نقفل يعني. حبيت انهي هدف ليك النهارده؟ الهدف الاول ولا الثاني؟ لا الاول. الاول هو اللي كان عاجبك؟ اه. طيب دايما بسمع عن تقارير عروض اهلي زمالك وخلافه لعبده يحيى، ايه العرض اللي كان جدي او انت كنت شايفه قريب منك جدا مع غزل المحله؟ لا بصراحه لا ما اعرفش والله، وما كانش ما حدش يتكلم معايا بصفه رسميه، انت كل الكلام مع النادي. انا اصلا ما اعرفش التفاصيل والله، لو اعرف كنت قلت لك والله. طب انت عقدك مستمر مع نادي غزل المحله لحد امتى؟ سنتين. يعني انت مستمر مع غزل المحله وبالتالي هو صاحب القرار الاول والاخير في هذا الامر. ايوه. كابتن عبده مليون مبروك الفوز النهارده. الله. عن كل استحقاق وغداره، تألقت بشكل شخصي وكل الفرقه تألقت يعني. الله يبارك فيك والله ابو كابتن. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.